الفنون الشعبية الإماراتية تسجل حضورا لافتا في إكسبو 2020 دبي، تقدمها فرق مختلفة تعزف على آلات موسيقية تقليدية. من بين هذه الآلات يبرز النوبان والطبلة والهبان وغيرها. نتعرف عليها أكثر وعلى العازفين والفرق الشعبية الإماراتية التي تقدم هذا التنوع من الفنون التقليدية في التقرير التالي. رئيس فرقة نوبان، عمر النوبان يمكن فوق 300-400 سنة يعني. زين، أنا من السبعين وأنا أعزف الآلة هاي، من عرس الله يرحمه المرحوم الشيخ مكتوم بن رشد وأنا أعزف الآلة هاي. مكونة من الجرف هذا اللي هو طبق، زايد ثلاثة عمودين، زايد الأوتار الستة. أوتار أول كانت مصران، لقلة عدم من مصران استعملنا حداق. البهايم الكبيرة زي الحصان زي الفيل زي الخيل من هذه الأمعاء يعني. هذه الآلة تعطيك نغمة، تعطيك نغمة وتخليك تسرح لما تحصل الكورس زين. عضو في فرقة النوبان، أهز المنجور هذا من كان 6 سنوات، من كان عمري 20 سنة يعني تقريبا. هذا المنجور مصنوع من أظافر الغنم وخلقه مال الخيمة. لا ما أتعب يوم أكون في الأرض، ما أتعب، بالعكس أكون مرتاح يعني. والله هذه آلة الطبل صار لي سنين يعني، يمكن 14-13 سنة أتعلمها وإحنا صغار يعني في الأعراس الأول، نتبع أبواتنا وهذا يسحبونا وياهم، يعطون الشاصر الصغير عشان نتعلم، يعطون الشاصر والدقه نحن وراء اخر ناس يعني، بس نتعلم عندهم. طبعا تكون من الخشب الساي والخشب التيت والصنوبر. الاول قبل ما كان موجود الخشب، كان في العده يعني مجموعه الطبول هذه يعني يقول 10، 5 منه 5 منه، هم طبلين يسمونهم سيسم الخشب، هذول صوتهم عالي على باقي الطبول عشان شو يرفعوا الصوت. أما باقي الطبول ممكن قبل كانوا يصنعون من الدرامات، تعرف الدرام الصبغة هذا، من هذه يصنعونها، بعد طوروا سووا الخشب وسووا الفيبر هذا يوم كان. اسم الآلة الموسيقية الهبان، لا من يوم صغير أسمعها، أنا يوم كنت صغير أسمعها. في عندي صديق لي الله يرحمه توفى كان يعزف ودائما يشجعني، يقول لي يا رجل خلنا نتعلم، كنا مع بعض شباب بنروح وبنجي في الأعراس في الأفراح في المناسبات. قلت لي يلا شوي 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 تعودت عليها. هذه الآلة من جلد الغنم، هذه مال الذكر، الصعوبة ما بيشي بالسيف. شفت أول ما تعلمت أنا هذه ما أقدر أحطها على حلجي، بسوي شوي شي تطلع بروح تروح. طبعا نكسبوا جماعة العالم كله، فنحن هذه فرصتنا أن نوصل الثقافة لجميع العالم. شعوري ما يوصف صراحة يعني، أنا كوني أمثل بلدي وهذا شيء فخر بالنسبة لي، أنا تاج على رأسي.